بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. صدق الله العظيم. أنا الرائد سامر خائن، مرتبات قوات الخاصة هو 46، وهذه هويتي. أعلن انشقاقي عن الجيش السوري النظامي، وذلك لانحرافي عن أداء مهامي الوطنية الممثلة بحماية الشعب وقيامي بحماية عصابات الأسد لما ارتكبه من مجازر قتل وقمع بحق شعبنا الأعزاء وانضمامي إلى الجيش السوري الحر. كما أعلن عن تشكيل قيادة المجلس العسكري في مدينة تل التابع للمجلس العسكري في دمشق وريفها بقيادة العقيد خالد الحبوس في خطوة لتوحيد الصفوف والجهود وحماية شعبنا الأعزاء لنصرة ثورتنا المباركة. ويتعاهد هذا المجلس في إدارة جميع شؤون مدينة تل من خلال جانب تابع له فقط حتى يكتب لنا النصر. كما أني أدعو كافة الضباط الأحرار لمحاسبة ضمائرهم والانشقاق عن عصابات النظام امتثالاً لرغبات الشعب وإحقاق الحق وإقامة العدل في سوريا وللجميع. عاشت سوريا حرة أبية، والله أكبر.